طيب هنا عندنا النوع الثاني من الجريد الجارثم الجوب سيكونس. الجوب سيكونس تعتمد لي على شيئين، تعتمد على البروفيت وتعتمد على الديد لاين. ايش يعني هذه وايش يعني هذه؟ طيب الجوب سيكونس بعطيكم مثال. مثلا انا مبرمج وعندي عدة مشاريع، عندي المشروع الاول، عندي المشروع الثاني، عندي المشروع الثالث. فعندي في الجوب سيكونس اعتمد على شيئين، اول شيء اللي هو البروفيت، كم راح يعطوني فلوس او المكافأة او الفائدة حقتي. ثاني شيء الديدلاين اللي هو وقت التسليم. عندي شرطين، الشرط الاول اللي هو بروفيت والشرط الثاني اللي هو الديدلاين. فعندي التايم كومبلكسيتي حقها انها ان تربيع. راح ندخل في المثال، راح يجيني هذا الجدول في السؤال. عندي الجوب او المهمة الاولى او المشروع الاول اللي انا قبلته، الديدلاين او وقت التسليم عندي يومين، البروفيت او الفائدة او الفلوس 60. عندي الجوب الثاني ديدلاين حقه واحد، يوم واحد، والبروفيت 100، وزي كذا باقي الجوبز. طيب اول شيء نرتبها حسب البروفيت من الاكبر الى الاصغر. هذه المية اكبر واحدة راح تكون هنا، راح ناخذها اول شيء اللي هي الجوب 2. راح نغير كل شيء، راح نحط جوب 2، راح نحط الديدلاين 1 والبروفيت 100. اوكي، يعني نرسم جدول جديد ونرتب فيه حسب البروفيت الاعلى. هنا عندي 100، الاصغر منها 60، بعدين 40، بعدين 20 او 20، ما تفرق. يعني هذه نحط هذه اول او هذه اول او العكس ما تفرق. بعد ما نرتب البروفيت نسوي زي كذا، اللي هو ايش؟ عندي اعلى ديدلاين او وقت التسليم 3 ايام. فهنا عندي من 0 الى 1 اللي هو اليوم الاول، اليوم الثاني واليوم الثالث. نروح للبروفيت الاعلى اللي هي هذه، كم يتطلب وقت تسليمها؟ يوم واحد. فاروح لليوم رقم واحد واكتب فيه job 2، اللي لازم اخلص job 2 خلال يوم واحد وراح اخذ البروفيت. طيب خلاص خلصنا من هذه. نروح اللي بعدها اللي بروفيت حقها 60، وقت التسليم حقها يومين. فاروح في اليوم الثاني واكتب اللي هي job كم؟ job 1، البروفيت حقها 60. اروح للي بعدها عندي 40 وتتسلم خلال يومين. اروح لليومين، والله ما هو شاغر هذا المكان، ما اقدر اني احط جوب 4 هنا. طب ارجع لليوم اللي قبله، هل اليوم واحد فاضي؟ اذا هو فاضي اكتب هنا جوب 4، اذا ما هو فاضي او عندي شغل هذاك اليوم ببروفيت اعلى اقوم اسوي لهذه سكيب. خلاص ما لها مكان، ما لها مكان لا في 2 ولا في 1. هل اقدر احطها في 3؟ لا، كذا راح يكون تسليمكم متاخر. الديدلاين اقصى يوم يكون خلال يومين، سويت لها سكيب. خلاص اروح للي بعدها، عندي الجوب 3 خلال 3 ايام. اروح اشوف اليوم الثالث هل فيه عندي جوب؟ لا ما في. فخلاص اقوم احط الجوب 3 اللي هو تكون فائدتي فيها 20. اروح للجوب 5، عندي هنا يوم واحد فقط. اروح لليوم الواحد هذا او اليوم الاول، هل هو فاضي؟ اذا هو فاضي احط فيه الجوب 5، ما هو فاضي خلاص اقوم اسوي كانسل. اخر شيء ايش نقوم نسوي؟ نحسب البروفيت. شوفوا هنا البروفيت، حسب لي البروفيت اوف ذس سيكونس، حسب لي اللي هي 100 والستين والعشرين، طلع البروفيت حقي كامل 108. بس هذه باختصار طريقة حل الجوب سيكونس. سوينا اول، رتبنا، راح يعطيني هذا الجدول، رتب حسب البروفيت الاعلى من الاكبر الى الاصغر. شوفوا هنا كان الجدول عندي ملخبط، قمت رتبته حسب البروفيت الاعلى، حطيت 100 اول، بعدين 60، بعدين 40، بعدين 20، بعدين 20. بعدها ايش اسوي؟ ارسم الجدول هذا حق الايام زي التقويم، واعلى حد للديدلاين 3 ايام كل الجوبز هذه. فاقوم اسوي جدول انه حق 3 ايام. اروح للجوب الاولى اللي هي البروفيت حقها اعلى، هي تسليمها خلال يوم، خلاص انزلها في اليوم الاول، خلصنا منها. اروح للي بعدها، تسليمها خلال يومين، انزلها في اليوم الثاني اذا كان فاضي طبعا. عندي الجوب 4، تسليمها خلال يومين، هذه فيها خلاص اوريدي جوب 1. ارجع للي قبلها اشوف اذا المكان فاضي احطها فيه، اذا ما هو فاضي خلاص اعملها سكيب. اروح للي بعدها الجوب 3، اشوف والله خلال 3 ايام تسليمها. اشوف في اليوم الثالث، والله اليوم الثالث فاضي، فاقوم احط فيه الجوب 3. اشوف الجوب الاخيره خلال يوم، اليوم عندي هذا ماني فاضيه فيه، فخلاص اقوم اسوي لها سكيب. يبقى لي هذه 3 جوبز، وكل واحده والبروفيت حقها تحت.